أثنى وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالإجراءات والمبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19 في المجالات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي أدى إلى تخفيف آثار الجائحة على المجتمع برمته، خصوصا الأفراد من ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تتلقى الدعم الاجتماعي. جاء ذلك خلال أعمال الدورة الطارئة التي عقدها المجلس أمس عبر تقنية الاتصال المرئي بهدف الوقوف على الآثار الاجتماعية والإنسانية الناتجة جراء تفشي وباء كورونا المستجد في دول العالم، والحاجة لتنسيق الجهود العربية لاحتواء الآثار السلبية على الفئات الضعيفة في المجتمع، واستعراض التدابير الوقائية التي تتخذها الدول العربية الأعضاء للحد من انتشار هذا الوباء. وفي كلمة له خلال الاجتماع، استعرض سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي لهذه الجائحة ومواجهة انعكاساتها على المستوى المحلي، إلى جانب تبني الحكومة للعديد من الخطط التي أثبتت قدرتها على مواجهة الأزمات، انطلاقا من إيمانها بأهمية الوفاء بالتزاماتها والمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، مشيرا في الوقت ذاته إلى ما قامت به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتفعيلها للعديد من البرامج المجتمعية الخاصة بحماية كبار السن والأشخاص ذوي العزيمة والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة.